السلام عليكم بشري. وعليكم السلام يا الحبيب الله. واش ماشي انتي ناديك الراجل اللي كلب له ديك المحل ديك العام؟ وانا الحبيب ديك العام وهالعام والعام الماجي ولا من عشرين وديما وانا لا بنمشي. وياك لاباس الشريف هاد العام، مالك شنو وقع لي؟ لاباس الحبيب الله، انا كنت ساكن في المدينه ومريت فيا السكر نتمشى بالكنينه، واخا هادي هي بلادي الحنينه، هربت غام الحرب اللي خرجت علينا، شاونا عز بن قريش شي مات ورجع غرشيش، ايوا حنا وعمامنا باقينا ندبزو على الارض والخشيش، هذا النص ليك وهذا النص ليا، هذا الحج جافيك وهذا جافيا، وهذه ماشي العمية، هادشي كامل على هذه الصندال اليهودية، غسلوك ببطنا معرين، والما ديالها مدرين، والناس رجعوا معاها مهرين، حماقو غا مع الخردالة والباكستانة، دابا خرجوا لهم واحد النوع حالتو حالة، يقولوا لا الهجالة، اتبع غا في دكالة، إلا بغات تجيبها خصها الكالة، وكل حبة فيها سوى زبالة، خاصها غدا تغرصا وتخليها، وفي الليل تنوض تغطيها، إذا طلعت لها السخانة خاصها تداويها، وتقلب لها الخدم بيها حظيها، باش ما يجيش مسخوط يشوق فيها، هادشي عندنا غا في المرجة الفوقية، أما لا هوت اللحومة السفلية، غا العربي وحميد وناجية، غادي ما نقتل فيك قتل فيا، على واحد الحوض الفلفل والبرانية. لما كانت شي دخلت الصفية بالخيط الابيض في هالقضية راه شحال هادي عبوهم الجدرمية، وحال حاجة أخرى البارح فلتت ليا طامود السعودية قال له ضربته واحد الجنية، صبحت غا مرمية على واحد الهندية، خرجت فيها في الصباح بكري رقية، طالعة للسوق تبيع واحد القنية، نوصيك واحد الوصية، عندك مشي ديك لاريبية، وخا تشوفني هبلونية راني عقلية، إيوا السلام عليكم وعليا.